اسم هشام سعيد، محامي القدرات القانونيه بالدوله وعضو مجلس اداره نادي محامي القدرات القانونيه. ايه اللي حصل ده؟ الموضوع ببساطه ان حصل اعتداء النهارده على احد الساده الزملاء المحامين في محكمه شبرا الخيمه، وده كان ناتج على ان ضابط الاسم اللي كان مكلف بالحراسه كان بيضرب احد المتهمين في جوه المحكمه، فزميل محامي اعترض على ضرب المتهم، قال له مش من حقك ان انت تضربه طالما هو قيد التحقيق. فالكلام ده ما عجبش السيد الضابط المحترم، فاشتبك مع المحامي بالفاظ، قال له انت مالك انت وانت مالكش دعوه وما تتدخلش والكلام ده كله. فطبعا الزميل المحامي اعترض على الاسلوب وعلى الطريقه، فما كان من الضابط الا انه امر العساكر بالاعتداء على المحامي. ولما المحامي حاول ان هو يعني يدافع عن نفسه، حصل اشتباك ما بينه وما بين العساكر، تدخل الساده الزملاء حوالي ثلاثه كمان من الزملاء غير المحامي الزميل، فكلهم انضربوا واتصابوا باصابات خطيره في الراس وفي الوش وفي الرجل، واتنقلوا على المستشفى وجات الاسعاف خلافه. فاحنا للاسف الشديد نقول ان ده ليس اسلوب محترم في التعامل ما بين جهاز الشرطه وما بين المحامين، لان ده هيدخل البلد كلها في نفق مظلم، لان احنا المفروض ان احنا جناحي العداله اللي بينفذ القانون، فبالتالي لو ما كانش الاحترام هيبقى متبادل بينا كده، احنا هنخش في موال احنا في غنى عنه كلنا. اولا السيد الضابط اللي ضرب الزميل المحامي ضربه لانه هو اعترض على اهانه احد المواطنين، يعني ما كانش في مشاكل بينه خاصه او مثلا ما هوش الموكل بتاعه، راجل متهم ايا ما كان هو الجرم بتاعه خلاص طالما هو قيد التحقيق، فبالتالي انت كاداه تنفيذ من حقك ان انت تقدمه للمحاكمه او للنيابه، والنيابه تتخذ اجراءات، ومش تضربه بقى وتفضل تضرب فيه لغايه ما الراجل يتعور، ولما حد يجي يعترض يكون مصير الضرب. احنا وصلنا لمرحله ان احنا بنقول عصر جديد، وبنقول حكومه جديده، وبنقول شرطه جديده، ما ينفعش يحصل كل يوم اشتباك ونقول ده 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 ده, ده, ده دي مسائل فرديه بتنتج من ظلم. وبالتالي احنا حضرنا النهارده كمحامين للقدرات القانونيه، كنادي ادارات القانونيه بيمثل 5000 محامي على مستوى جمهوريه مصر العربيه، متضامنين قلبا وقالبا مع الساده الزملاء المحامين شبرا الخيمه، ومنتظرين ما تسفر عنهم الاجتماع او قرارات الاجتماع بتاع مجلس نقابه الالويه. ايه اول اجراء اخذته لما تم الاعتداء على زملاء؟ تم عمل المحضر اللازم، واتثبت فيه الاقوال بتاعتنا، سواء كانت اقوال الساده المحامين المعتاد عليهم او اقوال الشهود، واتعمل تقارير الطبية، وكل ده دلوقتي قدام النيابة العامة ومنتظرين قرار النيابة العامة. موقف النقابة الفرعية لنقابة الأيوبية هي مجتمعة الآن، ولكن لا يوجد موقف حتى الآن إلى النقابة العامة، ونحن منتظرين قرارات النقابة العامة في شأن هذه المشكلة. ولكن مجلس النقابة لنقابة الأيوبية مجتمع الآن، والساده الاعضاء المتابعين بكامل هيئاتهم، ومنتظرين قراراتهم التي سوف تنفذ باذن الله. في حاله عدم وجود اي رد ولا اي الى الان لم يصدر اي، ولكن كل شيء متاح ومباح، ولا نعلم الى الان ما هي خطوات التصعيد، ولكن التصعيد قد يشمل اعتصام داخل المحكمه، او قد يتطور الى اغراب عن العمل. لم نتخذ القرار، لا نتخذ مجلس الاداره القانونيه حتى الان. اسمي احمد محمد نصار، محامي عضو ادارات قانونيه. اللي حصل بايجاز شديد ان في احد الزملاء المحامين في دائره شبرا الخيمه اول، اثناء حضوره في تجديد حبس مع من احد موكلينه، شاهد احد الضباط ماسكا احد المتهمين المدنيين بالاعتداء عليه، وما ان كان الا ان المعزز الاستاذ المحامي الزميل بيكلم الضابط بيقول له لو سمحت كده ما ينفعش كده، حرام، ده بني ادم، ده انسان. قام زقه، دفع المحامي، والعساكر قامت جايه في دفعه الضابط المحامي، ضربوا، قال اضرب 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 اضرب، قاموا ضاربين المحامي. المحامين شافت الكلام دوت، قام جايين، قامت المعمعه. طبعا في اربع مصابين، استاذ وائل صلاح، استاذ وائل درويش، استاذ وليد درويش، الاستاذ عمرو نعمان، طبعا ده اللي مصاب سالت دماغه. الاصابات عباره عن ايه؟ عباره عن جروح قطعيه، وفي حاجات في الرجل وفي الراس وفي البطن. احد الزملاء تم
استدعاء سياره اسعاف ونقل المستشفى، والحمد لله ولله الحمد يعني ربنا سترها وان هو فاق من اللي كان فيه. طبعا الموضوع كرومي طبعا عمل المحضر اللازم امام النيابه العامه. طبعا النيابه العامه استدعت الشهود الواقعه والمبني عليهم المحامين زمايلنا. بقي سؤال الضابط الذي اصدر الامر لعساكر الامن المركزي ان هم يعتدوا على زملاء المحامين، واحنا دلوقتي مستنيين قرار النيابه العامه وان شاء الله مستنيين لغايه الساعه 10 حتى 8 الساعه 10 مساء اليوم. اذا لم يكن هناك في موقف سيتم التصعيد بالاعتصام او بالاضراب. الاعتصام داخل المحكمه ان شاء الله في شبرا الخيمه، والى ان يعمم على مستوى جمهوريه مصر العربيه هيبدا من شبرا الخيمه. موقف النقابه العامه وموقف النقابه الفرعيه، موقف النقابه العامه طبعا هي قلبا وقالبا معانا عن طريق الاتصالات بالقيادات العليا، ومنضمين مع تلامذتهم وابنائهم ان شاء الله. حتى الان متواجدين في المحكمه. تم حضور السيد الحكمدار مساعد وزير الداخليه ومجلس النقابه للوصول لحل المشكله. طبعا المحامين يرفضون نهائيا ورفعوا شعار لا اعتذار بعد اليوم، لا اعتذار بعد اليوم. هو كان بيحدد ايه بالظبط الحلول اللي قدمها ليكم عشان تنهوا الموضوع الحكم؟ هو لحد دلوقتي لم نصل الى اي حل. احنا في انتظار استدعاء الضابط، النيابه عايزه الضابط تساله في التهم الموجهه وفي وقعه الاعتداء. انتم مطلبكم الاساسي من اللي حصل ده ايه؟ احترام عوده هيبه المحامي، لان الشرطه للاسف دلوقتي بقت للاسف الا من رحم ربي همجيه في التعامل مع المواطنين ومع المحامين، فاحنا واقفين وقفه لعوده هيبه المحامين كما سبق اصراحه. محمد عزت المحامي، انا من احد شهود وقعه الاعتداء على الاستاذ الزميل عمرو النعماني. انا كنت حاضر في قاعه 6 في محكمه شبرا الخيمه، وكان عندنا تجديد، وانا جوه في اوضه المداوله بتاعت الريس سمعت حد من الساده الزملاء: يا جماعه يا ساده يا محامين الحقوا المحامي بيتضرب. على ما خرجت جري بره القاعه، طبعا الحرس بيبقوا موجودين بكثافه، فوجئت بان الحرس كلها ماسكه العصيان وعماله بتضرب في الساده الزملاء المحامين، مما ادى الى اصابه الاستاذ عمرو في الجبهه، في جبهه راسه فوق الحاجب اليمين، وبعض الزملاء زي الاستاذ محمد هاني وغيره كل دول اتصابوا. رحنا بنتكلم مع الساده الضباط، السيد الضابط واقف بيقول لهم اضربوا ولاد الوسخه دول. احنا النهارده واقعين مع الشرطه في مشكله، الشرطه بتعاملنا احنا كمحامين اوسخ من الجمهور، بيعاملوا الجمهور قدامنا اوسخ من اي حد تاني. احنا النهارده ارتباطنا بالشعب مش بالشرطه، انا النهارده المفترض ان انا محامي عن الشعب. ازاي ابقى واقف في قلب المحكمه والاقي الضابط بيضرب مواطن واسكت، ولما تدخل بالحسنى واحاول ان انا اتكلم معاه واقول له ده ينفع ولا ما ينفعش، يقوم بالاعتداء عليا وباهانتي وبسبي وقصفي وتحريض بعض العساكر. ولما نيجي نتكلم الساده اللواءات، الساده القائمين على امن وحراسه المحكمه، يقول لك معلش استعملوهم اصل دول عساكر درك، اصل دول ما يفهموش حاجه. طب النهارده ده ضابط شرطه، ده النهارده خارج من كليه الشرطه، يوجه للعساكر ان هم يضربوا الساده المحامين بالعصيان الخاصه بيهم ويحدثوا اصاباتهم في وشهم ويبهدلوهم على الارض ويقطعوهم هدومهم، ده احنا بنوجه نداء لوزير الداخليه بان هو على قد ما يقدر يصدر تعليمات للساده مامور الضبط والساده القائمين على تامين المحاكم باحترام الساده المحامين، احترام الساده المحامين، احترام الساده المحامين. الساده المحامين لما بيبقى في مشكله مع الشرطه ومع الجمهور، الساده المحامين اللي بتفض الكلام ده، واحنا مش عايزين ولا اكتر من كده.